بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية القناة اللي صراحة دائما كتواكبنا في جميع الأنشطة ديالنا. الجريدة اللي دائما صراحة معانا في الرياضة في الثقافة في جميع أنشطة الجمعية صراحة الشكر الجزيل لها. اليوم صراحة واحد اليوم تاريخي صراحة في المسار ديال جمعية مشعل الكفيف. هذا اليوم اللي جاء نتيجة برنامج أوراش اللي تمنح لجمعية مشعل الكفيف من طرف الولاية اللي باعتبارها يعني الجهة الوصية على برنامج أوراش. هذا الورش الرياضي متعلق بالتنشيط الرياضي بالدائرة الحضرية لمدرسة الخير ومجمع الحسني. التأت جمعية مشعل الكفيف أنها صراحة تشتغل على واحد أربعة ديال أنواع الرياضات. من بين هذه الرياضات كاين رياضة التيكواندو، رياضة كرة الهدف، رياضة كرة السلة أيضا وكرة القدم. فهذه الرياضات طبعا الأربع كل فترة من فترات ملي كنمر عليهم كنحاولوا ننظموا واحد الدوري كبير اللي تعرف فيه هذه الرياضة وفي نفس الوقت تكون فيه إشعاع على الأساتذة ديالنا اللي كيأطروا الشباب ديالنا. فاليوم هو إن شاء الله غادي يكون بداية إن شاء الله باستعراض ديال الفنون الحربية ديال كنقصدوا بها التيكواندو. موراها كاين مباراة ديال كرة الهدف ديال تعتبر مباراة السد، ومن بعد عندكم مباراة النهائية اللي غادي تكون إن شاء الله غيتوجوا فيها الفرق الثلاث إن شاء الله معنا، وفي الأخير غادي تختم بواحد لوحة فنية استعراضية للناس تيكواندو كواحدة من أجمل اللوحات اللي استمرت خلال الفترة ديال الأوراش من أولها إلى الآن باش نبينوا طبعا القدرات الأساتذة ديالنا والمؤطرين ديالنا ككل وعلى رأسهم الناس ديال التيكواندو وناس كرة الهدف. باقي إن شاء الله مستقبلا غتكون عندنا مجموعة ديال الدوريات المتعلقة بهذه الرياضات واللي غادي نكون إن شاء الله دائما في أحسن حلة بإذن الله. شكرا لكم جميعا وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.